شاركت السلطنة في الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين أكدوا على ضرورة وضع آلية مشتركة بشأن المتورطين في قضايا إرهابية ورصد تحركاتهم. احتفاء بليلة منتصف شهر رمضان احتفلت بلدية مسقط بالقرنقاشو بأجواء مميزة تضمنت جملة من الفعاليات والفقرات المتنوعة بحضور جمع من الأطفال. بلدية الخابورة تنفذ حملة توعوية عن سلامة وصحة الغذاء استهدفت العاملين بالمطاعم والمقاهي وذلك من أجل صحة وسلامة الأغذية المعروضة للمستهلك. الأرصاد الجوية العمانية تشير إلى تكثف السحب المنخفضة على الساحل الجنوبي الشرقي وتدفق السحب على محافظات مسندم وشمال وجنوب الباطنة والبريمي والظاهرة. اختتمت فعاليات مخيم إعداد وفد الكشافة المشارك في المخيم الكشفي العالمي 23 الذي تستضيفه اليابان نهاية الشهر الجاري.